صراحة السيد البنت متزوجة ولديها يعني ربما علاقة مع هذا الشخص، نعم، وتتحدث معه. على أي حال أختي الكريمة، أنت متزوجة أو أي امرأة متزوجة، أن تفتح علاقة مع رجال آخرين، علاقة حسب تعبيرنا مودة وكذا، هذا في واقع الحال باب خطير ومريب ويوقع الإنسان في شرك الشيطان. وأما أن تقول لا أنا أكو زميل عندنا في العمل ومسائل العمل ومسائل الشغل، هذا ما في إشكال بحدود العمل. أما أنه شلون صحتك والله مشتاقين وين رحت، هذه ليس صحيحا أبدا أبدا، وهذا في الواقع يجعل القلب يميل إلى ذاك الطرف ويؤثر على زوجك. وأنت امرأة محصنة، والمرأة المحصنة لا يجوز لها أن ماذا أن تخرج عن الآداب والشرع في علاقات فيها ريبة وفيها حجة الصداقة. سمحت السيد أبدا لبعض الأسف حجة يعني. الصداقة، ها الصداقة هي منزلق في كثير من الأحيان بين النساء والرجال. نعم، أحسنتم سمحت السيد.